عائد يصل إلى 40.5%. بنك الإمارات دبي الوطني مصر يطرح 3 شهادات ادخارية جديدة، حيث طرح بنك الإمارات دبي الوطني مصر 3 شهادات ادخارية جديدة بأسعار فائدة تنافسية وفقا لموقعه الرسمي. شهادة الادخار في بنك الإمارات دبي الوطني مصر بالنسبة للشهادة الثالثية المميزة بعائد يصل 22% سنويا لمدة 3 سنوات، يتم احتساب الفائدة شهريا وربع سنويا وسنويا بسعر الفائدة 21% سنويا مع دورية شهرية 21.5% بشكل ربع سنوي. وأفاد البنك أن الحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع الشهرية والربع سنوية 200,000 جنيه مضاعفات 10,000 جنيه بدون حد أقصى للمبلغ، والسنوية بحد أدنى 1,000,000 جنيه مضاعفات 10,000 لا يسمح بالاستيراد الكامل للشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار. وبالنسبة للشهادة الثانية فهي شهادة الـ8 سنوات ذات العائد المتغير 21%، والحد الأدنى لإصدار شهادات الإيداع هي 5,000 جنيه مضاعفات 1,000 جنيه بحد أقصى. أما عن الشهادة الثالثة فهي شهادة 3 سنوات المدفوعة مقدما ذات العائد 40.5% معدل تراكم 18.89%، والحد الأدنى لإصدار شهادة الإيداع هو 100,000 جنيه مضاعفات 10,000 جنيه بدون حد أقصى. لأول مرة تشوفنا متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس.